ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الأخوة الكرام. رحلتنا اليوم شاطئ هوارة بحال دايما. اليوم بحر شوية من عيش 80 حتى المتر. يجيب ربع شوية باين. حرتي عمر مع التسعدون غادي يكون عامر. الرياح غادي تكون شمالية غربية ضعيفة إلى معتدلة. كما نستعمل الخيوط ديال 23 بحال دايما. غادي نستعمل البيراميد ديال 140 غرام بحال دايما. كاين شويه ديال الموج ربما يكون تردين. غادي نبداو بالخيط ديال النيلون 35 ملم. الصناره رقم 4 تاع شمالي. نستعمل يما دحناش هي المرية اللي فاتت تبقى طرية. هي ملي تتبقى في الثلاجة ما كتخرجش كتبقى طرية، ولكن إذا بقيتي ديها وتجيبها للبحار وهذا تيتغيرو عليها الأجواء كتبقى طبيعية. غادي تجلب سميز تجلب بالصا نسدوها من ديك البليصه البليصه اللي ضعيفه كامله في الضروب حاقصة من كتجي ما كتخيرش هي ولا المعزة ولا الدرعي. كان سولني واحد الاخ علاش تندير البيكي في الماء، كنت جاوبته ولكن نزيد ناكد حتى الاخوان الاخرين. البيكي كنديروه في الماء باش نقصوا شويه من الاحتمالات ديال الربيع بزاف. كل ما بعدنا القصبه لبرا كل ما نزل الخيط هنايا. انتم كتشوفوا هنايا هاد المواج الاولين عامرين بالربيع. اذا نزل لك الخيط هنا كيجمع دغيا الربيع. كنحاولوا نهزوه شويه لفوق، ندخلو القصبة لداخل ونهزوه شي شوية لفوق. بالرغم من ديك الشي راه باقي الربيع هنا القدام، ولكن على الأقل كنتعطلو شي شوية. لأن كل ما دخلتيها لداخل كل ما الخيط كيرتفع لفوق وكيبعد شوية مؤقتا على الربيع. هذا هو السبب. ملي ما تيكونش الربيع راه تنزلو القصبة على برا، كنكونو مهنيين باش نجلسو حداها. أما هنايا دابا كاين الربيع مفروض عليا نبقى حداها، لأن دغيا تتجمع الربيع. إلا شفتها غادي تجمع الربيع دغيا كيخصني نعتقها قبل ما تعمر دغيا. حاجة أخرى هو أن دابا حنا داير قصبة وحدة، لأن إلا درت جوج غادي يغلبو عليا. البحر هايج وفيه الربيع بزاف، غادي يغلبو عليا بزاف. ما حيتين جبد هادي ما حيتين نقابل الأخرى، اللهم وحدة نقابلوها مزيان حسن. دابا نديرو جوج قصبات، القصبة الأخرى راه عندي منزلة ما نغامروش بيهم بجوج، خليو غير وحده بركه. انا عليها الربيع شويه ترجمة
حوت عاود ما كايناش عندنا ما نعملو نجبدو الربيع نحيدوه من الخير كايناش كنحاولو ما كايناش نحاولو نشحطوها من جديد. الراس تلا راس يعني تشتت مرات يكون الشند مرات يكون الداخل مرات يكون ترش. ضاربية الما خرج بحالي برا تبي كيف كنت غرستو في الاول باقي كاع ما استعملتوش راه فينا هو غنحطها فيه ان شاء الله. انا كنت راني هنا كان راني شوية الربيع حتى دابا راه تيبان الربيع تيبان دابا هادشي كاين الربيع كثر مسخون حير كاع سانطويا لي حال بحر هنا كاكا زيادة هاكا المرات كنجبدوها في الصنارة كغاب غينيا جبدتها لي من يدي تقلع لي قصبة من يدي انا بغيت نرحل بيكي من بلاصة لبلاصة انا تنغرسو هي جبدتها لي بيد وعامرة بالربيع الخيط من الراس حتى الراس كانت دير ليها ايوا وعاد الماء من مورايا بعيد
شي شويه كنحاول نقاد نشدها من الخيط وصافي، نحاول نقرب الكولا ديال الراطه ونشدها من تما الى وصلتها. انا ما كاينش الفندق بزاف نقدر نوصل ليها، ما نعرف نجربوا على ربي. احنا ولينا نصيدوا بالبولانطي. او كتجبد يا ملفن. كنعاونوا بالماكينه وفرنت الماكينه، دابا ما عندك باش تعاود. ايه يا ربي تسهل فيها والسلامة. غادي نحاول نشدها في وسط الماء وصافي. تيسير الله، هذه اصعب مرحله هي تشد الحوته في وسط الماء، وتبارك الله كبيره كبيره. غادي نحاول معاها وصافي. الصلاه على النبي. الحمد لله بقى الكسابة. وي 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 شو شحال باقي الاتساع في ما تقدرش تخرجها لان الخيط عندي معمر بالربيع. الحمد لله على كل حال غنحاول نخرجوها هي الاولى وعاد نخرجوا القصبة ديالنا. انا خرجت الحوتة، هي حيدتها، هيا خليتها بعدا من الماء. دابا نمشيو نخرجو القصبة والخيط، خيط عامر بالربيع. الخيط كله طاح في الماء يا صاحبي، باش طيحاتو شي حوتة ولا الربيع نزل. تيعمر من الراس طال الراس وطاح في الربيع نيشان. نمشي فيها شوي، الفرارة باقي تما فكيتهاش غي طلعت الحوت. هادي شحطتها هاهي عمرت. شوية بعدا وندخلوا ليه ويكون فيها شي حوته ولا شي حاجة منها. هذا هو اللي بغى الحوت يصبر الله ربي. عندنا هاد المعضلة ما عندنا ما نعملو بيه. هاد الشهر كله داز خاوي على مثبت الحركة نهايج، ولكن هايج ما تقدرش تصيد الربيع تيكون كثار من هادشي. اليوم هو ما بين 80 متر وهو داير حبلة، هي ما تشتا متر وهاد 80 متر و 20 كاملين تيبانو لنا ساهلي، لكن دابا تيقل الربيع. بحال الكولا يا صاحبي، بحال الكولا لاصق. لاصق يا صاحبي، انا تابع حاوية غادي. غادي ننزلها نمشي نشوف شنو كاين.
من بالبولان طيب السكين. دينا كاملين مجروحين بالسيف، بقى زرا فينا هي وشو الخيط اللي نقيت كامل وهو باقي قدام، باقي سلي. ايوا ما عندك ما دير، اللي بغى الحوت يصبر الله ربيع، حنا صابرين كاين مشكل، دابا حنا وحده راه ضمناها، يتهدى شي شويه الجو ونشوف عاود نجربو. داك السيد مسكين حاط القصيدات ديالو تقهرت هو، غادي تقريبا ساعتين وحنا موقفين كان الربيع، دابا عاد رميتها تيبان شويه الربيع بحال هاك حز لهنا، بقات واحد البليصه شويه خاوي عليه، حنا شحطناها صبرنا خاير 10 دقائق ولا ربع ساعة، نتمنوا على ربي تستجيب لنا شي وحدة أخرى، هذيك الأولى راه كانت جبدناها بربيحة، المشكلة رانا جبتها هي بالخيط، لأن كان واحد الربيع تيلصق في الخيط، ما نقدرش نستعمل الماكينة. خرج القصبة نزلتها لقيت كان جبد بالخيط، المشكلة هو الخيط كان تقل بالربيع بزاف، فكنت اضطريت باش نهزها في وسط الماء، جاب الله التيسير، كان فيها شوية مغامرة ولكن كملناها وطلعناها، دابا هي الله ميتة، دابا هادي فيها ربع دقايق ولا خمسة دقايق هي بدات تتشبع الربيع. هذا منعت والحرب لا هايش الربيع كثر بزاف، كنطلعها خيطها هو فينا هو عليا الله نجيبو داكشي اللي جبدنا هو هاي، هاكولا هادي الرابعة هادي الجون لا تكون فيك شي حوت عارف العصر الخوف هذا ضاع الصالح، نمشي هنا في الخوف هنا خصنا ما نطاوش، هذا هو راه مكاينش رايحين شطر كامل، غادي نوقفو الصيادة، المهم جبدنا وحدة بالكشيفة، الحمد لله على كل حال، المهم أننا خرجنا.